صحيفة الصباح التركية قالت أن عصر العلاقات الإشكالية بين الإمارات وتركيا قد انتهى وتبدأ حقبة جديدة. ما طبيعة هذه الحقبة؟ نعم، ربما المصلحة المشتركة لكل من تركيا والإمارات أن يكون هناك تفاهمات فيما هو مشترك، مرفعة مشتركة، والابتعاد عن نقاط الخلاف. الإمارات بحاجة إلى حليف عسكري قوي، وتركيا خير بديل لهذا، خير حليف لهذا الموضوع. وتركيا بحاجة إلى دعم اقتصادي قوي ومصدر للطاقة قوي، ونعلم أن الإمارات لديها القوة المالية والبترول وأيضا الغاز. التعاون في هذين الإطارين يحقق نتائج إيجابية، هذا أولا. طوي صفحة الخلاف والنقاط الخلافية في الملف السوري والملف ليبيا والملفات الأخرى يعتمد اعتماد أساسي على احترام وجهة نظر تركيا في قضية حماية أمنها القومي والتوازنات الإقليمية في المنطقة، وعدم استعداء تركيا وعدم المساس بسياستها. وهذا كان سؤالي دكتور يوسف، يعني انعكاسات هذه الزيارة والتعاون بين البلدين على الملفات، ملفات المنطقة، الملف الليبي السوري، وأيضا ملفات أخرى، تعاون بين تركيا وأيضا التقارب مع مصر. تركيا تأمل أن يكون هناك التزام فعلي، ما تزال المرحلة مبكرة جدا اللي نرى ما ستصل عنه هذه الزيارة. تركيا حريصة على أن يتم ترجمة كل ما يتم الاتفاق معه على أرض الواقع. نعلم بأن مع الأسف الإعلام الإماراتي ما يزال يشتم تركيا، وهنالك الكثير من الاستعداءات وإن خفت وتيرتها، ولكن ما تزال أتوقع الأمور بحاجة إلى عامل زمني وثقة تكتسب من خلال إجراءات فعلية على أرض الواقع. وقف الهجمات على تركيا إعلاميا، فتح القنوات التجارية بشكل أكبر، التعاون مع تركيا تجاريا واقتصاديا، تنفيذ العقود والعهود والاتفاقات فعليا. بعدها نستطيع نتكلم بأن هذا الأمر أصبح الآن يعني في صفحة جديدة بالمطلق. أشكرك، شكرا لكم الكاتب والمحلل السياسي التركي دكتور يوسف كاتبوغلو، كنت معنا عبر الهاتف حول هذه الزيارة المهمة بلا شك لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة، واللقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.